عادة ألفناها من الجزائر، خصوصا عند ساعات الشح، ساعات الضرورة، كانت الجزائر دائما حاضرة إلى جانب الشعب الصحراوي، والمساعدة تأتي في وقتها. لم نكن نرغب في إراقة دماء، لا دماءنا ولا دماء الآخر، لكن فرضت علينا من طرف النظام التوسعي المغربي كما أسلفت للمرة الثانية في غضون 45 عام. المرة الثانية المواطن الصحراوي يحس بالظلم، يحس بالحقرة، ويحس بتقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل المسؤوليات. الحرب أعلنها المغرب، الحرب أعلنها المغرب لأنه اخترق الاتفاقيات السلام، واخترق الاتفاقيات التي تربط الطرفين بالأمم المتحدة. إذن هو من أعلن الحرب، خطوته في إنجاز حزام جديد في أراضي محررة هو إعلان فعلي للحرب مهما قال، وهذا المجتمع الدولي على دراية به ويعرفه. الآن الموقف الأممي متذبذب، لحد الآن موقف متذبذب. كان من المفروض أن يدان المغرب على هذا التصرف، لأنه أشعل من جديد فتيل الحرب في المنطقة في شمال غرب إفريقيا. كان من المفروض على المجتمع الدولي أن يقوم بردة فعل تندد بالخطوة المغربية وتفرض على النظام المغربي الرجوع لجادة الصواب. مع الوقت ستتضح الأمور وستبدأ الدول تسترجع في مواقفها وتعود إلى الشرعية الدولية وإلى نصرة المظلوم. أنتم شاهدتم ربما هذه الليالي الماضية منذ ليلة 13 مساء الشباب يطارد قوات القمع المغربية في شوارع العيون والصمارة والداخلة وبقية القرى والمدن الصحراوية. فردة الفعل الصحراوية ردة فعل شاملة، شملت كل تواجدات الصحراويين وستتواصل.